الجيد في بوابات الانطلاقة. بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا جمهورنا الكريم، ينطلق الشوط الافتتاحي للخيل العربية لأصيل إنتاج محلي مبتدئة ولمسافة قصيرة 1200 متر على المضمار الرملي. تسعة جياد هنا تتابع وتتقدم المقدمة مع آمال للسادة أم قرن والخيال يون بابتيس هامل، ثاني المراكز مع اليم، والمتابعة تأتي في ثالث المراكز مع صعب المنال مع الفارس هاري بنتلي، محاولة من الجهة الداخلية مع أوس، وأيضا في نفس الوقت المركز الخامس مع ميد بروغ جيتون فايكون. إذا لازلنا مع آمال مع الصدارة. الآن اليم يقلص الفارق باتجاه الانعطاف الأخير في الشوط الافتتاحي لهذه الأمسية، السباق الحادي عشر على المضمار الرملي. آمال وآخر 400 متر لا زالت في الصدارة، اليم ومحاولة اللحاق ومتابعة قوية مع صعب المنال. لازلنا مع المركز الأول مع آمال، والمتابعة تأتي بالشعار الأزرق من اليم وأيضا من الجهة الخارجية صعب المنال، ولكن آمال توسع الفارق تقترب من الصدارة من خط النهاية. آمال إلى المركز الأول مع يون بابتيس هامل بفارق كبير ومريح. إذا آمال تحقق الآمال في الشوط الافتتاحي لهذه الأمسية. ألف مبروك إذا للمدرب ألبان ديميول والسادة أمقن والخيال يون بابتيس هامل. إذن النتيجة النهائية ورسمية من قبل لجنة المعتمدين بالنسبة للشوط الأول. المركز الأول هنا مع رقم 5 آمال المدرب ألبان ديميول، ملك السادة أم قرن والخيال يون بابتيس هامل. ثاني المراكز مع رقم 4 صعب المنال المدرب جاسم محمد الغزالي، ملك السيد شعيل بن خليفة بن جاسم الكواري والخيال هاري بنتلي. المركز الثالث مع رقم 1 مع اليم المدرب جاسم محمد الغزالي، ملك أبناء الدكتور فهد عبد الله حمد العطية والخيال جيمي جامبر. رابع المراكز مع رقم 3 أوس المدرب محمد سلام عاشور، ملك السيد فهد بن مبارك بن جاسم القرون والخيال ألبرتو سنة. بينما المركز الخامس في هذا الشوط مع رقم 9 مثل جنايف المدرب حمد أحمد الجهني، ملك السيد أحمد حسن المالكي الجهني والخيال يانيس أوابد. إذن ألف مبروك تهانينا للفائزين في هذا الشوط. الجيد في بوابات